يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. هذا حديث متفق عليه. لماذا يخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر، بهذا الخبر العظيم؟ إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وإذا دخل رمضان غلقت أبواب جهنم، وإذا دخل رمضان سلسلة الشياطين. في هذا الحديث بيان اختصاص رمضان بهذه الفضائل، منها الفتح، فتح أبواب الجنة. لماذا تفتح أبواب الجنة؟ لكثرة الأعمال الصالحة من المؤمنين، وترغيبا لهم في الأعمال الصالحة، ترغيبا لهم يتنافسون فيها. إذا كانوا جياع ويرون أكلا ومدته محدودة يتسابقون إليه، كذلك هذه الأعمال يتنافسون فيها، لأن هذا الشهر تفتح فيها أبواب الجنة فيتنافسون فيها. وهذا ترغيب للمسلمين أن يكثروا من طاعة الله في هذا الشهر العظيم. وأيضا غلقت أبواب جهنم رحمة بالمؤمنين لقلة اقتراف المعاصي وسلسلة الشياطين أو تصفيد الشياطين. فيه رواية صفدت الشياطين ورواية سلسلة الشياطين، يعني قيدت بالسلاسل، رحمة من الله عز وجل. لا يستطيعون أن يخلصوا إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره.